جامعه بنها بتستثمر في المعرفه عن طريق ربط البحث العلمي بالصناعه وتحويل الجامعه لجامعات الجيل الثالث. فلو انت خريج اي مجال من مجالات العلوم التطبيقيه وحابب تزود معلوماتك في مجال دراستك، احنا هنا في جامعه بنها هنساعدك دلوقتي. تقدر تكمل دراستك وتعمل دراسات عليا في جامعه بنها وتستفيد من الفرص اللي بتقدمها الجامعه لطلابها. ده غير ان الجامعه بتوفر بيئه مناسبه للبحث العلمي علشان تقدر تعمل ابحاث قويه مبدعه وتساهم في المشروعات القوميه المصريه في كافه المجالات. وعلشان تعرف معلومات اكتر، تابع المؤتمر السنوي الاول لجامعه بنها للدراسات العليا في العلوم التطبيقيه، واللي بيهدف لبناء قدرات الشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا من أجل تحقيق رؤية ورسالة الجامعة ورؤية مصر 2030.